من هو قاسم الملاك؟ أصله، سكنه، مواليده، وشلون دخل للفن؟ ليش نزلوا عليه الأمريكان أثناء التصوير؟ وشلون عبر حدود العراق ورجع للعراق وما حد طلب جوازه؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني أنا عمر الرياض وهذا الدكان. انولد بالبصرة سنة 46، نشأ بالبصرة القديمة محلة يحيى الزكريا بمنطقة السيمر، وكمل صف الأول ابتدائي بالبصرة، وبعدها انتقل ويا أهل البغداد منطقة الكاظمية سنة 52. بطفولته أخذ أخوه للسينما وشافوا فيلم ظهور الإسلام، وبهاي اللحظة اتمنى ان يكون واحد من الممثلين. بالكاظمية كان اكو مسرح قريب من بيتهم اللي هو مسرح عبد الاله اللي سموه قاعة الحرية، وبدأ يروح بالصف الثاني للمسرح ويراقب الممثلين، وبصف الخامس ابتدائي اتفقوا ويا اطفال المنطقة يسوون فرقة تمثيل ويمثلون بيناتهم، واختاروا واحد من البيوت يمثلون بيه مسرحيات، وكانوا يبيعون البطاقة بعشر فلوس. وبعدها شكل فرقة مسرحية بالمتوسطة ونصحوا الناس، فراح درس معهد الفنون الجميلة وانتمى لفرقة 14 تموز سنة 63. أول فيلم شارك به هو فيلم الجابي سنة 65، وكانت أجوره بهذا الفيلم 5 دنانير. هذا الفيلم طوله ساعة وثلث وتصويره طول سنة كاملة، ومن المفارقات بهذا الفيلم انقطع التصوير عدة أشهر، وبهاي الفترة ضاع القميص اللي كان يلبسه قاسم الملاك بدوره، وهذا القميص لازم يكمل الفيلم كله لابسه، فاضطر يفصل قميص يشبه القميص القديم وما حد انتبه من الكادر. سنة 68 تزوج قاسم الملاك من بنت اسمها خديجة، هي رسامة وخريجة معهد الفنون الجميلة، وأنجب منها علي ومحمد وعلا، وطبعا علي ومحمد هم دخلوا بمجال التمثيل، وحفيده زيد علي الملاك ايضا دخل مجال التمثيل. اول مسلسل مثل به بعد احداث 2003 هو مسلسل حب وحرب، واللي كان اسمه حب واحتلال لكن غيروا اسمه، وهذا المسلسل صوروه قبل بث القناه. اجتمعوا بالاردن ويا مدير القناه وطرح الفكره قاسم الملاك، وحسب ما ذكر استلمت مبلغ 8000 دولار حتى نبلش نشتغل على المسلسل ببغداد، وكانت الحدود مفتوحه بين العراق والاردن، ولما رجعوا للعراق ما حد طلب منهم جواز لأن الظروف كانت صعبة بوقتها، ويعتبر قاسم الملاك أصعب الأعمال اللي مثلها لأن الجو متوتر والأمريكان كانوا متواجدين، وكان الكادر ينتظر الطيارات الأمريكية تعبر حتى يقدرون يصورون بهدوء. وبمشهد السيارة اللي تحترق نزلوا الأمريكان على الكادر واعتقدوا هاي عملية تفجير حقيقية، ولما انطلقت القناة انعرض المسلسل كأول عمل يتم عرضه. قاسم الملاك منظم حياته من شبابه، وهو من النوع اللي ما يحب يسهر وينام ساعة 8 بالليل، وساعة 1:30 الظهر لازم يتغدى، ما يستعمل نهائيا الأدوية ويتعالج ذاتيا بدون أدوية، ويقول كل حياتي يمكن ضربت أوبرتين، ويحب المشي حتى يحافظ على لياقته وصحته. هو دائما يكتب السيناريو أو يشارك بكتابته، وهو اللي يختار الممثلين اللي يشاركون بالعمل. ومن أروع المسلسلات اللي يمثلها مسلسل النسر وعيون المدينة، وطلع بدور رجب اللي يحب قمرة اللي هي سناء عبد الرحمن، ومسلسلات دار دور، سايق الستوتة، التيتي، العرض حالشي وغيرها. قاسم الملاك هو مدير الفرقة القومية لمدة 10 سنوات ومدير مسارح العراق لمدة 35 سنة، ومثل العديد من المسرحيات، لكن بصمته الأقوى كانت بالسينما، وما ننسى أفلام الرائعة مثل 6 على 6، المسألة الكبرى، فائق يتزوج، عمارة 13، الملك غازي، حب في بغداد وغيرها. هو حزين على اندثار السينما بالعراق، ويقول صالات السينما مع الأسف صارت مخازن تايرات وأحذية، ويقول لو بيدي كان رجعت الحكم الملكي للعراق لأن أفضل حكم هو الحكم الملكي. هذا هو قاسم الملاك وهاي قصة حياته، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.